تعبان وعن واحد نية صادقة عن واحد الغيرة لهذه المدينة هذه الحضور ديالهم في هذه المواهب. طبيعة الحال الموضوع هو الآن أنا أعتبر اليوم أنفسنا على أننا اليوم في تأبين شباب العرائش هذا الفريق العتيد هذا الفريق التاريخي الذي طالته يد الجرم ويد الإثم. طبيعة الحال أنا أقول على أنه وأعتبر على أن التدبير لا الإداري ولا المالي الخاص بفريق شباب العرائش لا يمكن أن نفصله بل هو يعتبر جزءا أساسيا في التدبير ديال السياسة العامة ديال المدينة. وهذا المنبر أقول وأتفق مع الصحفي حينما قال أن إحنا ضروري خصي العامل المحترم على أنه يتدخل. كنرجع وكنقول من هذا المنبر أنا أقول إذا كان الدستور المغربي ديال 2011 جاب واحد المقتضى اللي هو مقتضى جريء مقتضى قانوني أقول أن الأوان باش أننا نفعلوا هذا المقتضى القانوني وهذا المقتضى الدستوري باعتباره جاء ضمن يعني فصول ديال أسمى قانون في الدولة اللي هو الدستور ألا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. هنا الآن الأوان تفعيل هذا المقتضى القانوني والدستوري جاء وحنا كنتكلموا انطلاقا من الغيرة ديالنا حنا بكينا من تحت الفرقة هذه. أنا كنسمع مبالغ اللي هي تعطات الجهات المنتخبة ولا الجامعة مشكورة عطات الميزانية ديالها اللي تقدرت 216 مليون وتجي تقول لي أنت ميوستين مليون عفوا وتجي تقول أن فريق ديال شباب العرائش أنه طاح. هذه مسألة هذه خطيرة وأعود وكنرجع كنقول أن الآن العرائش المدينة اللي جبرتوني أنا دائما أهتم بالقضايا الخلاقة ديالها راه جبروني في أي مشكل أو أي قضية تهم المدينة لأنني أصلا أنا ابن المدينة وحملت نفسي هذا العناء وهذا الغيرة على هذه المدينة هذه. قلت على أنه آن الأوان يتفعل هذا المقصد الدستوري وهذا المنبر أوجه رسالة أيضا إلى السادة المنتخبون المجلس البلدي المجلس الإقليمي والبرلمانيين راه عندنا أربعة البرلمانيين إذا كان تختصرون العملية في إعطاء المنح فهذا غير كافي. التدبير المالي والإداري هو جزء لا يتجزأ من السياسة ديال المدينة السياسة العامة ديال المدينة خصكم تدخلوا. وأكرر وكنتفق معك أستاذ أنا هضرتي بحرارة وقلتي أن السيد العام خصو يتدخل وكنقترح أنا من هذا المنبر أوجه رسالة إلى الغيورين إلى مدينة العرائش على أنهم يعملوا مسيرة جماهيرية من العمالة إلى الملعب أو من الملعب إلى العمالة بلافتات وشعارات لأن هذا حز في قلوبنا وأن فريق مدينة العرائش طالته يد الجرم. دعوة الله كنقول إحنا ما سكتوش وكنشكركم الإخوان جميعا. هذه مأساة حقيقة هذه مأساة إحنا ما انتظرناهاش. فريق عتيد اللي عنده يعني كما قال الآخر بحال الجيش الملكي كتجي برشلونة ريال مدريد بل أكثر من هذا عنده اتفاقية لا زالت قائمة مع الأتليتيك ديال مدريد اللي ما كيعرفوهاش الناس. وأنا شخصيا أنا لعبت في الميني وفي الكادي في 94 ديال شباب مدينة العرائش الناس راه كيعرفونا. هذه حقيقة هدت بين هذه خسارة كبيرة. احنا كم بكيوف يعني لا في الشارع ولا في المجالس ديالنا يعني كنطلبوا السلطات المسؤولة باش تدخل عاجلا باش توقف هذا النزيف هذا. وانا كنشد بحرارة على السي عبد السلام التونسي اللي عمل واحد الشكاية الان اللي هي في جرائم الاموال وهذا المكتب هذا اللي جا وبغى يأدي هذه المدينة هذه. انا رجع وانا نقول سمح لي طول شوية لان حتى المقتضيات القانونية ديال الدولة الان والتوجهات في القانون الإداري ماذا تنص يعني بمباركة عاهل بلاد نصر الله الجهوية المتقدمة. ماذا تعني الجهوية المتقدمة؟ هو أن أي جهة يعني الناس ديالها والأطر ديالها هم اللي يسيروها انطلاقا من التجربة الذاتية ديالو انطلاقا من الخيرات ديالها هي هذه. واش جبتي انت واحد مرة من ماجي أي سيد المدينة واش هذا عارف تقاليد المدينة عارف تاريخ المدينة عارف العقلية ديالنا؟ ما يمكنش. هذا أمر خطير هذا أمر خطير جدا. احنا الآن محقورين تحقرنا ودعوا الله هادشي اللي غادي نقولوا.